بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان كل من ظهر الدهور كلها امين. الكنيسه النهارده تقرا علينا انجيل معلمنا متى البشير اصحاح السادس من عدد 1 لعدد 18. الكنيسه بتسميه حد الرفاع، والرفاع يعني الواحد يترفع عن الأكل اللي كان بياكله ويبتدي يغير الأكل اللي هو المسموح به في خلال الصوم. والإنجيل بتاع النهاردة جزء من الموعظة على الجبل اللي قالها السيد المسيح، واتكلم فيها السيد المسيح عن الصلاة، اتكلم عن العطاء الصدقة، واتكلم عن الصوم. بيتكلم عن العبادة اللي من جوه مش العبادة اللي من بره. بيتكلم عن الإيجابيات في الروحيات، الإيجابيات في الروحيات. في ناس ما بتعملش حاجة وحشة بس في نفس الوقت ما بتعملش حاجة حلوة. المهم إن الواحد يعمل حاجة حلوة، يعمل حاجة حلوة، يكون إيجابي. ولما أعمل عمل خير أعمله، أعمله صح، ما أعملوش غلط. فالمسيح بيدينا النهاردة مفاهيم جديدة عن العبادة اللي من جوه، اللي من القلب، عبادة نقية. كيف تعطي؟ كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ والعامل المشترك ما بين الثلاثة هو نقاوة القلب، نقاوة القلب. المسيح النهاردة بيقول لك وبيقول لي ايه هدفك من الممارسات الروحيه؟ هل سعادتك في نظره الناس ليك؟ في ناس كتيره بتبص بتعمل حساب الناس اكتر من حساب ربنا. فربنا النهارده بيقول اللي بيبص للناس بيعمل عمل روحي ومستني حاجه من الناس قد استوفوا اجره. خسارة. لو هدفك الناس وكلام الناس ومديح الناس عن أعمالك الحلوة خلاص قد استوفوا أجرهم، خدت نصيبك على الأرض. طب نصيبك في السماء؟ خلاص خدتوش. في ناس بتعمل العمل الكويس يا إما حاجة من حاجتين، يا إما عايز مكافأة يا إما خايف من العقاب. واحد عايز بيعمل حاجة مستني المقابل، وفي واحد بيعمل العمل الخير لأنه بيحب الخير، وفي واحد بيعمل العمل الخير مستني المقابل، وفي واحد بيعمل الخير خايف من ربنا، خايف منه، خايف منه. ده علاقة ما بين عبد وسيد. فاللي بيصلي ويصوم ويدي صدقة طمعان في المكافأة ولا خايف من العقوبة؟ كل الحاجات اللي أنا بعملها، في واحد يقول لك أنا بدي لربنا عشان أستنى منه. أنا صليت لك كتير فمستني أخد منك، أنا صمت لك، أنا اديتك، عايز منتظر من ربنا يرجع له الخير اللي هو عمله. ده في نظر ربنا عبارة عن آلة حاسبة، أديك تديني. طب لو ما اديتنيش مش هجيلك الكنيسة. ليه؟ المكافأة اتأخرت، أنا عايز فوري. وفي ناس بتعمل الخير خايفة من ربنا، من العقاب، مش حب في ربنا. فدي فكرة، فكرة العبودية، السيد والعبد. طبعا علاقتنا بربنا مش سيد وعبد، أب وابنه، أب وابنه.
عشان كده أحبائي المسيح النهاردة بيتكلم عن حاجات مهمة جدا. الصوم، كيف أصوم، والصلاة إزاي أصلي وإزاي أدي. في ناس زي ما قال عنها المسيح بيقول بتحب الصوم، عايزين يوري للناس إن هم صايمين. أول واحد بيصوم كعادة، كعادة صوم وخلاص. وفي ناس بتفتخر إنها بتصوم لغاية الساعة 3 و4 و5. مفيش حد يعرف صومك، محدش يعرف حاجة عنك، حاجاتك عبادتك الداخلية دي بينك وبين ربنا، بينك وبين ربنا، محدش يعرف حاجة عنك خالص. الله الذي في الخفاء يرى كل شيء في حياتك. فالمسيح عايز يدينا نقاوة الهدف اللي احنا والدوافع اللي احنا بنعملها في الصوم. كل الممارسات الروحية هي هدفها حاجة واحد، إنها تقودني للمسيح. صومي وصلواتي وعطائي كله هدف واحد، إن أنا أوصل للمسيح. بصوم عشان بحب ربنا، الصوم بيقربني لربنا، الصوم بيساعدني على التوبة وإني أتصالح مع ربنا، الصوم يخليني أبعد عن العالم وشهوات العالم وابتدي أزهد في العالم، الصوم يقويني إن أنا أكون مستعد في أي وقت. لو المسيح جه قال لي تعالى مستعد، أحافظ على أبديتي. عشان كده أحبائي اللي داخل الصوم لازم صوم يكون في توبة، في تغيير في حياتي. مش هصوم عن الأكل وأصوم الجسد عن الأكل وأصوم الروح أيضا عن كل شهوة رضية وكل شهوة أرضية وكل رغبة شريرة. لو الواحد ما تابش في الصوم يبقى إيه معنى صومي؟ إيه معنى الصومي؟ مالوش معنى. صوم بدون توبة وبدون تغيير في حياتي مالوش معنى. ده شكليات، والمسيح مش بيتكلم على الشكليات، بيتكلم على العبادة الحقيقية، عبادة القلب. فالواحد عشان يخش على الصوم لازم يتوب، لازم حياته تتغير. أهل نينوى لما صاموا يقول كده ربنا إيه؟ رجعوا عن طرقهم الرديئة. لما شاف توبتهم مع صيامهم غفر ليهم خطاياهم. وهو ده، هو ده المطلوب، ان الصوم بتاعي يبقى مصحوب بالتوبه عشان ربنا يرحمني، ربنا يرحمني. في العهد القديم ربنا قال كده ارجعوا الي بكل قلوبكم وبالصوم وبالبكاء والنوح ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم، ارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رؤوف رحيم. الصوم في نوح، نوح بمعنى التوبة. الصوم بتاعي لازم يكون في توبة، في حزن على الخطية بتاعتي، وفي فرح بالمسيح، لأن مسيحيتنا فرح اللي بيسامحني. فالصوم هو مش امتناع عن الأكل فقط، ولكن مشاعر توبة من الداخل ناحية ربنا. صومي لابد أن يكون فيه صلاة. الصوم بدون صلاة مجرد عمل جسداني، وبالتالي ما فيش طابع روحي فيه. الامتناع عن الأكل دي ناحية سلبية، ناحية سلبية. أما الناحية الإيجابية أن الواحد روحه برضو زي ما بأكلش الجسد أغذي روحي، أغذي روحها أشبحها. في ناس بتصوم الصوم وما بتحضرش قداسات، والكنيسة عاملة قداسات كل يوم تقريبا، وأحيانا في أيام في قداسين ويوم الجمعة في ثلاثة. فواحد يصلي، واحد يصوم وما يصليش ولا يتناول، فيبقى صوم شكلي وصوم بلا فايدة، مش هيستفيد حاجة، مش هستفيد حاجة. الآباء شبهوا الصوم بالحصن والصلاة بالسلاح،
الاثنين مع بعض، صوم حصن أدخل فيه، والصلاة هو السلاح بتاعي. فزي ما السيد المسيح قال هذا الجنس لا يخرج إلا إيه؟ بشيء إلا بالصلاة والصوم، الصلاة والصوم. المسيح قال لنا اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. فالصلاة تحميني من التجربة. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا. آخذ، آخذ في الصلاة. أحد الآباء القديسين شبه الصوم والصلاة ده في العهد القديم كان في مذبح اسمه مذبح المحرقة، تحط عليه الذبيحة، وفي مذبح تاني اسمه مذبح البخور. مذبح البخور ده الإنسان ليه مذبحين، مذبح البخور ده اللي من جوه مذبح الصلاة، والمذبح التاني مذبح الذبيحة اللي هو مذبح الصوم، جسدي أقدم جسدي ذبيحة حب للمسيح، للمسيح. فأنا عندي مذبحين، مذبح اسمه مذبح البخور ومذبح اسمه إيه؟ مذبح المحرقة. مذبح البخور ده اللي هو صلواتي أقدمها لربنا، ومذبح المحرقة اللي هو إيه؟ صومي، صوم الجسد. فأي صوم مش مرتبط بالصلاة هو صوم بلا فايدة، صوم بلا فايدة. عشان كده درب نفسك في خلال الصوم، صلي كتير، صلي كتير. يعني وانت جاي من بيتك للكنيسة اقعد صلي، ارفع قلبك لربنا، نجيني يا رب من ضعفاتي، احبك يا رب يسوع المسيح، اشكرك يا رب. درب نفسك واقعد قول، كلم مع ربنا، املا يا رب قلبي من كل محبتك، اعطيني يا رب حياه مقدسه في اسمك، اذكر يا رب فلان، اذكر يا رب علان. وانت رايح شغلك قول، وانت جاي من شغلك قول، وانت قاعد في البيت قول في سرك، مفيش حد سمعك لكن السماء كلها سمعك. طول ما انت ماشي في الشارع صلي، صلوات بسيطة لكن شاغل نفسك بربنا طول اليوم، عشان صومك يكون صوم حلو قدام ربنا. زي ما قال ادهن رأسك واغسل وجهك. غسيل الوجه ده نقاوة، الوجه اللي فيه الحواس، نقاوة الحواس. خش الصوم بتاعك وانت حواسك كلها نقية، صوم لسانك. ايه معناها؟ ان انا صايم بالجسد ما باكلش، لكن لساني عمال ياكل في لحمة، في لحوم الناس، عمال ادين سين وصاد وعين، ادين الناس كلها. السيد المسيح قال كده، ليس كل ما يدخل الفم ينجس الانسان، بل ما يخرج من الفم ينجس الانسان. اللسان يدنس الجسد كله. فالواحد يخش الصوم ويصوم لسانه، امنع كلام الرضيء، امنع كلام الإدانة، امنع الشتيمة، امنع الكذب. صوم عينيك، صوم لسانك، صوم ودنك. هو ده الصوم، ان انا انقي حواسي. صوم افكارك، مش اي فكرة تيجي على بالك تاخد وتدي معاها. جاهد، جاهد. ما ينفعش اكون صايم وكل لساني كلام وحش وبسمع حاجات وحشه وبشوف حاجات وحشه. نقي حواسك. صومك ايضا زي ما قال السيد المسيح لازم يكون فيه عطاء. طوبى لمن يتعطف على المسكين والفقير، في يوم الشر ينجيه الرب. شوفوا أشعياء النبي قال إيه، أليس هذا صوما أختاره، حل قيود الشر. طوبى، طوبى. أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، إذا رأيت عريانا أن تكسوه
وألا تتغاضى عن لحمك. ده الصوم. يقول كده: حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول لك: ها أنا ذا. عشان كده صومي برضو يكون مرتبط بالعطاء. بدي عشان بحب ربنا، بدي بشعور ان انا مش متفضل على ربنا. يا رب دي حاجتك، من يدك واعطيناك، كل يا رب الخير اللي عندي ده منك انت، والحاجه اللي انا بديها لك يا رب مش بتاعتي، دي بتاعتك انت. كل ما املك هو ليك انت، وهو مش تفضل مني يا رب، ده بالعكس ده محبه فيك ان انت اديتني الخير ده كله. من يدك واعطيناك، تدي فرح المعطي المسرور يحبه الرب. مسرور مش مخصوب، مش مخصوب، تدي فرح، مش تدي فرح، وكمان تدي بسخاء. أما المعطي فبسخاء، ربنا قال كده. وأعطي باتضاع، ودي كده باتضاع. ليه؟ لأن المسيح قال كده: كل متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا نحن عبيد بطلون. كل الحاجة حلوة اللي انت بتعملها، يوم ما الشيطان يحاربك بيها قول له: احنا عبيد بطلون، ما عملش حاجة خالص. ادي من أحسن حاجة عندك، ادي زي ما هابيل ادى ربنا من أبكار غنم ومن سمانيا، أحسن حاجة اديها لربنا. إن اديت بالطريقة دي بسخاء وفرح وأحسن حاجة، يقول المعطي المسرور إيه؟ يحب الرب. يا بختك، ربنا بيحبك، ما تحتاجش ابدا. اللي بيدي الفقير ما يحتاجش ابدا ابدا، من يعطي الفقير لا يحتاج. ربنا يرحمك، طوبى للرحماء لانهم ايه؟ يرحمون. يا بختك، لان في يوم الشر ربنا هينجيك، في يوم الشر ينجيك. يا بختك لانك سوف ترث الملكوت. تعالوا إلي مبارك أبي، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني. وقال: كل ما فعلتوه بهؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. يا بختك، كل ده بركات. أما اللي مش هيدي فيقول كده: من يسد أذني عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب. فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب، مش هتستجاب صلواتك. الحكم بلا رحمة لمن لم يستعمل الرحمة، فيش رحمة. المسيح قال للناس اللي جولوا وما أكلوهوش وما شربوهوش: اذهبوا عني يا ملعين، لأني كنت جعانا فلم تطعموني، وكنت عطشانا فلم تسقوني. هكذا يا بخت الإنسان اللي هيخش الصوم وهو فرحان يدي، وهو فرحان بيصلي، مش مخصوب على حاجة. توبة جديدة، حياة جديدة. عشان كده من الواحد يخش قداسات الصوم تلاقيه فرحان جدا. والصوم مش عبء، الصوم فرح. في ناس بتبص للأكل بطريقة كبيرة قوي، فالصوم بالنسبة لها يبقى تقيل، يبقى تقيل قوي، صعب انه يعدي، وتلاقيه مزمزق بقى في النص: لا انا زهقت، انا تعبت، القولون مش عارف ايه، طب اروح اخد حل. طب وفي ناس متلذذه بالصوم، متلذذه بالصوم، فرحانه بالصوم. عشان كده احبائي كلنا عايزين نخش الصوم واحنا فرحانين، فرحانين، لان هنخش في حاله عمق اكتر مع ربنا. الآباء بيسموا الصوم الكبير ده الخزين الروحي بتاع السنة كله. هاخد أكتر وهفرح أكتر وهتناول أكتر وهصلي أكتر وهصوم جسدي أكتر وهقدم توبة حقيقية. ربنا يدينا نعمة إن احنا يكون داخلين الصوم ده فرح وابتهاج، عشان ربنا يدينا البركات بتاعته. لإلهنا كل مجد وكرامنا الآن كله واندهر دور كله، آمين. جابني أوتي